أكثر من 40 شهيداً و100 جريح خلال 48 ساعة في مدينة حلب وريفها جراء أكثر من 200 غارة جوية وثقها الدفاع المدني بين صواريخ فراغية ألقتها الطائرات الحربية وألغام بحرية ألقتها مروحيات النظام على عدة أحياء أهمها الحيدرية والكلاسة. نظام مكثف القصف على مدينة حلب وريفة خلال 48 ساعة، أكثر من 200 غارة جوية على مدينة حلب وريفة، وأكثر من 40 شهيد وأكثر من 100 جريح تقريبا بمدينة حلب وريفة، ولا زال الطيران بالأجواء لحد الآن بمساندة الطيران الروسي على مدينة حلب، وهلا نفذ أكثر من 5 غارات بمدينة حلب. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لليوم 12 على التوالي يستمر استهداف ريف حلب الشمالي بشكل تصعيدي، فيما يوحي بأن قوات النظام وكأنها تمهد لعمل عسكري مرتقب، فيما تستمر الطائرات الحربية بقصفها للمرافق الحيوية في قلب المدينة. فخلال الساعات الماضية تم استهداف محطة للكهرباء بالقرب من جسر الحج، إضافة لنقطة طبية ومركز للقاح الأطفال، خلف العديد من الجرحى. خلال 48 ساعة الماضية كان القصف مركز على نقطة طبية، المراكز الدفاع المدني، مراكز تلقيح الأطفال تبع التلقيح السنوي، الأفران، المستوصفات. امبارح استهدف مستوصف للشعب يعني المدينة ضمن المدينة، دمار كبير في الأبنية، دمار كبير في الأسواق، عم استهدف كل شيء من بداية الحملة لهلا. أيام عصيبة تمر على مدينة حلب وريفها فيما يعد الثوار العدة ويجهز صفوفهم لمعركة مرتقبة قد تشهدها حلب وريفها قريبا. عادت المجازر إلى مدينة حلب وريفها من جديد وعاد الموت معها، لكن هذه المرة كما يقول الأهالي هنا برعاية دولية، فالطائرات الروسية تقصف وتدمر المساجد والأفران وكذلك المشافي على مرأى من جميع العالم، والجميع يكتفي بالصمت. خالد أبو المجد لأورينت نيوز، حلب.